نحل ازاي؟ طيب نصلح ازاي الاجزاء المعطوبه في عالمنا الداخلي؟ ازاي نستبدل الوحوش الكاسره بوجوه ملائكيه مريحه؟ ازاي نحوش الاصوات والصور القبيحه المرعبه ونخلي مكانها موسيقى متناغمه وزقزقه عصافير وخرير مياه متدفقه وورود وشمس وبحر ودفى؟ اقول لك يا سيدي، هو مش اللي عمل ده كله علاقه او مجموعه علاقات مع ناس وصلنا منهم رسائل نفسيه سيئه وقمنا بتخزينهم برسائلهم ومشاعرنا ناحيتهم في ابشع الصور والاحداث؟ الاجابه اه. إذن مش هيصلح ده غير علاقات أخرى يوصل لنا منها رسائل نفسية مختلفة طيبة، قبول وحب واحترام. علاقات دي كلمة كبيرة؟ أجيب منين أنا علاقات تصلح ده كله؟ شوف، ممكن علاقة واحدة تصلح كل عالمك الداخلي. أيوة، علاقة واحدة بس، علاقة واحدة بس، يعني علاقة حقيقية مع واحد صاحبك يوصلك منه فيها حب غير مشروط وقبول واحترام وسماح وتفهم واستيعاب، ممكن تغير كل عالمك الداخلي. علاقة حقيقية مع أستاذك يوصلك منه فيها تقدير وقرب واهتمام، ممكن تعيد تركيبك النفسي تماما. علاقة حقيقية مع حبيب أو حبيبة تكون مليانة صدق وإخلاص ومودة ورحمة ودفى وبراح واحتواء، كفيلة بإنها تخليك تتصالح مع كائناتك الداخلية المرعبة وتشوفهم في حجمهم الطبيعي البسيط، ويمكن تكتشف غلبهم وضعفهم واحتياجهم. علاقة إنسانية طيبة يوصلك من خلالها حب حقيقي بكل مسمياته ومحتوياته ومكوناته غير مشروط، تستطيع إنك تحول جحيمك الداخلي إلى جنة عدن. وهي دي فكرة العلاج النفسي. العلاج النفسي هو محاولة مستحدثة عمرها بضع عشرات من السنين لمضاهات ما تفعله العلاقات الإنسانية الطيبة، وبغض النظر عن نوع العلاج النفسي أو نظرياته أو تقنياته أو مدته، في كل طرق وأساليب ومدارس العلاج النفسي بتشترك وتجتمع في إن ما يغير المريض ويعالجه ويحول مرضه واكتئابه وتوتره وهلوسه إلى شفاء وبهجة وعمل وإبداع هو ما يسمى بالعلاقة العلاجية، اللي مش بتوصل أي حاجة غير حب واهتمام واحترام وتفهم وسماح واحتواء وقبول. المعالج النفسي أو الصاحب المخلص أو الأستاذ الحقيقي أو الحبيب الرائع أو النبي المرسل أو حتى صاحب إحدى العلاقات القديمة في نسخة جديدة بيكون زي الفارس الهمام، بيدخل عالمك الداخلي بكل جسارة وشجاعة، بيحارب ويكر ويفر وبيغلب ويتفاوض ويداعب وأخيرا بيصالح. بيصالح، يصالحك على نفسك ويصالحك على مكونات عالمك الداخلي اللي هي جزء منك، بيصالحك على غيرك، بيصالحك على اللي حواليك، بيصالحك على الدنيا، بيصالحك على الحياة، ويصالحك على ربنا. فتتغير، تتغير شخصيتك، تبقى بني آدم تاني مليان أمل وحب وحياة. إذن عالمك الداخلي حقيقي أكتر من الحقيقة نفسها، وبيأثر في كل أفكارك ومشاعرك وتصرفاتك وردود أفعالك. عالمك الداخلي مكون من مجموعة من العلاقات والمشاعر المخزنة في صورة درامية هائلة التركيب وشديدة التعقيد. عالمك الداخلي بيظهر في أحلامك وفي طريقة مشيتك وفي علاقتك بنفسك وجسمك والناس وحتى علاقتك بربنا. عالمك الداخلي مهما كان مشوه، مهما كان مليان بالوحوش والأشباح ومصاصين الدماء، ممكن علاقة واحدة حقيقية فيها قبول وحب واهتمام واحترام تغيره وتلونه وتشفيه وتعيد تكوينه من أول وجديد. ممكن تقوم تدور على العلاقة دي دلوقت، ممكن تكتشفها أو تعيد اكتشافها في حياتك، ممكن تسمح بيها، ممكن تحافظ عليها. الحب يشفي، الحب يطيب الخواطر، الحب يصنع الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، صدق الله العظيم، من سورة طه. للمزيد